واضح سي سامي رمادي. مازلنا باش نحكيو على بقية الحقوق. على كل حال حق التملك، حق الشغل، المشاركة في الانتخابات البلدية، المقترح ربما مع سي فرحات بحرون مدير المغرب العربي في وزارة الخارجية، سي سامي رمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية. حوارنا متواصل مع ضيوفنا خلود بعد الفاصل. ستوديو شمس، ستوديو شمس، تعرف شنو صاير وأكثر. هذه ساعة واثنين وثلاثين دقيقة في شمس فام. اليوم نعرفوا شنو صاير وأكثر في موضوع الحقوق، تفعيل ولا إعطاء حقوق جديدة للمغاربة في تونس. خلود، الحرية الأربعة، التنقل، الشغل، التملك والاستثمار، نظن سي بحرون هما الاستثمار محبذ به طبعا، التنقل، الشغل، التملك والمشاركه في الانتخابات في مرحله اخرى. هذيك ماهيش توا باش نحكيو عليها. كنا نحكيو على موضوع التنقل. معنا سي سامي رمادي رئيس الجمعيه التونسيه الشفافيه الماليه، وسي فرحات بحرون مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي في وزاره الخارجيه. سي سامي رمادي، كنت تحكي لنا على بعض المخاوف، وتعتبر انه قرار هذا خطير، لانه الناس باش تولي ما همش توانسه يدخلوا الحدود عن طريق بطاقة تعريف. خلينا ناخذوا رد سي بحرون على الموضوع هذا، لأنه نتصور أنه فما إجراءات، فما أمور تنظيمية، مش هكيكة معناتها الناس تدخل كما تحب. وسي سامي أشار نقطة مهمة برشا، اللي تونس نجم تولي وجهة الإرهابيين، المجرمين. كيفاش باش تعملوا إجراءات باش نتفاديوا الشيء هذا؟ بطبيعة الحال هو الموضوع فيه نوع من الالتباس ومن الخلطرة. أنا إذا تم معناه دخول ببطاقة تعريف، هذا في صورة ما إذا تم يعني بالفعل اتخاذ الإجراءات اللي يعني تجسيد القرار هذا، ما يعنيش أنه معناه ثم تسايب. لا، كل دول كل توفيروبا مثلا نعرفوا اللي يتجاولوا من غير كذا، ولكن الاحتياطات الامنية الكل ديما موجودة. اما سي بحرون في اوروبا عندهم بس دو دوني اوروبية للارهاب وغيره. نقطة مهمة برشا، وقتاش باش فعليا سيقع هذا التفعيل؟ نهار 1 جويلية؟ لا ما عنديش علم انه يقع نهار 1 جويلية، لانه احنا توا هذايا دخول ببطاقة تعريف راهو قاعد اثارته الموضوع ومناقشته مناقشة أولية في المدة الأخيرة مع الأخوة في المغرب. الحريات الأربعة احنا سمعنا اللي بداية التنقل ببطاقة تعريف، يعني هل هي الحريات تتجزأ وإلا باش تطبق الكلها مع بعضها سي بحرون؟ هي بصفة تدريجية كما سبقت وبينت، يعني هي حزمة من الحريات، ما تسمى بالحريات، ولكن هذه يقع تنفيذها كل بلاد يعني حسب الامكانيات نتاعها، بطبيعه الحال يعني بعد اتخاذ يعني اجراءات عمليه. والان لم نشرع بعد في اتخاذ الاجراءات العمليه فيما يتعلق بالدخول بطاقه تعريف. هذا يقتضي انه يقع توحيد المواصفات، ومن ذلك بطبيعه الحال وقت يدخل الانسان باش تعديها، انت كي تخرج في المطار ديجا يعرفوك فين كنت وفين مشيت، يعني هذا كله مش معناه ما عادش ثم حدود جمله راه. واضح. فيما يتعلق ب احنا بلاد سياحيه يدخلونا من جميع البلاد، هم راهم الاشكال هذا معناها خاطر احنا حين بطاقه تعريف باش تولي عنا، هذا خطاب ربما ماهوش واضح. ما فيش ماهوش واضح خطاب سي سامر. شو واضح؟ احنا لشكون عطينا الحق باش يدخل بطاقه تعريف؟ ربما جات فتره عطيناها للفرنسيين، نتذكر الفرنسيين ما صارتش حتى عمليه ارهابيه من عطيناها من الحق هذا. حاجه اخرى بربي، كيف نقارنوا، نشوفوا الاتحاد الاوروبي، الاول لقطه في في في, في تاسيس الاتحاد الاوروبي كانت ديكلاراسيون نتاع روبير شومان 1950. من بعد الاتحاد الاوروبي ما عطاه حريه تنقل الاشخاص الا في 14 جوان 1985، لاكور شنغن، معناتها 35 سنه le temps de mettre les choses en place, les bases de données, les fiches informatiques, كل شيء وكيفاش معناتها يتبعوا بالطرف الارهابيين وكيفاش يتحركوا لحمايه انفسهم. نجيو احنا اوكين باز دو دوني، فما ناس حتى ما عندناش بطاقه تعريف ممكن نتاعنا احنا مازلنا ما جددناهمش نتاعنا احنا، فما ناس البطاقه الزرقاء وتوا نحبوا نحلوا الحدود الناس الاخرين. يا سيدي شنو المشكله اذا كان جاب الباسبور نتاعو من غير فيزا ومرحبا به على عيننا وراسنا ويقعد 3 شهور ويروح على